النهاردة هنكمل كلامنا عن الفيدينج ونشوف كده، يعني هنخلصه إن شاء الله ونشوف كده شوية حاجات لطيفة يعني. طيب زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، إحنا عندنا أربعة بارامترز بيعرفوا الفيدينج شانلز، تمام؟ كل اتنين منهم ليهم علاقة دايركت ببعض. فالأربع حاجات دول اللي إحنا اتكلمنا عنهم اللي هما الـ TM والـ BC والحاجتين التانيين اللي هما التي سي ايه والبي دي. فالاربعه بارامترز دول هما اللي انتوا سامعيني من غير ميكروفون مش كده؟ طيب الاربعه بارامترز دول هما اللي بيعرفوا التايب اوف فيدنج شانل، تمام؟ زي ما قلنا التي ام والبي سي دول هما اللي بيدوني انديكيشن ل الريسبونس بتاع الشانل طويل قد ايه في التايم دومين، تمام؟ هو لما اتكلمنا في الايه؟ في الرسومات اللطيفه اللي احنا كنا شفناها اللي هو ده. فالتي ام والبي سي هما بيتحددوا من شكل الامبلس ريسبونس اللي احنا شايفينه قدامنا ده. كل ما التي ام زادت كل ما الريسبونس بتاع الشانل بقى طويل في التايم دومين، كل ما الكوهيرنس باندويتس اللي احنا اتكلمنا عنه بقى اقل، وده هنشوفه النهارده على المات لاب كده، هتشوفوا شكل التشانلز بتتغير ازاي مع تغيير التي ام بيحصل ايه في البي سي اند سو اون. فده الايه البارامترز الاولانيه اللي هي بتقول او بتدي انديكيشن على طول التشانل في التايم دومين، طول الامبلس ريسبونس في التايم دومين عامل ازاي. الحاجه الثانيه اللي هم التي سي والبي دي، دول بيدوا انديكيشن ل سرعة تغير الشانل مع التايم. بسرعة تغير الشانل مع ايه؟ مع التايم. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي نفس الرسمة اللي احنا كنا فيها دي، انا هنا كل واحدة من دول، كل رياليزيشن من دول هي تشانل. طيب انا بروح من واحدة للتانية في اللي قدامي ده، كل واحد نانو سكند ولا كل واحد ماكرو سكند ولا كل واحد ملي سكند؟ التشانل بتتغير بريت قد ايه؟ كويس؟ فدول حاجتين ما لهمش أي علاقة ببعض، واحدة فيهم ليها علاقة بان انا في مالتي باث انفايرمنت الباث بتاعته اطوالها ادتني شكل معين للامباكس ريسبونس، والثانيه ليها علاقه انا بتحرك في المالتي باث انفايرمنت ده بسرعه عامله ازاي، تمام؟ فالبارامترز اللي فوق دول ما لهمش اي علاقه بالبارامترز اللي تحت، كل واحده بتنديكيت حاجه مختلفه تماما. فبما ان هم حاجات ما لهمش علاقه ببعض اللي فوق واللي تحت، فاحنا بيبقى عندنا بقى ايه؟ بيبقى عندنا كلاسيفيكيشن بتاع الشانل طبقا للحاجات دي. فهيبقى في حاجه بيزد على ده وهيبقى في حاجه بيزد على ده، كويس؟ طيب فاول حاجه بنتكلم عنها اللي هي الفلات فيدنج. ايه هو بقى الفلات فيدنج؟ فلات فيدنج يعني الباندويتس بتاعي اقل من الكوهيرنس باندويتس. يعني لو جيت اتفرجت في فريكوانسي دومين على التشانل هلاقي ايه؟ الباندويتس بتاعي كده، تمام؟ فانا هشوف فلات شانل، كويس؟ فهي الشانل في حقيقه الامر هي عامله كده، هي دايما عماله طالعه نازله طالعه نازله، لكن الفكره ان انا الباند اللي انا ببعت فيه فين بالنسبه للكوهيرنس باندويتس ده. فالفلات شانل دي هي يا اما ان البي سي اكبر كتير من البي اس، يا اما انه التي اس اصغر كتير من التي ام، اكبر كتير من التي ام، تمام؟ يعني انا لو بصيت عليها في الفريكوانسي دومين هتبقى كده، لو بصيت عليها في التايم دومين ان انا ببعت بارس عامله كده في التايم دومين على تشانل الامباكس ريسبونس بتاعها عامل كده، كويس؟ فالتي ام بتاعتي اهي والتي اس بتاعتي ايه؟ اهي، خلاص؟ فدي اسمها فلات شانل. فلات شانل يعني it doesn't introduce ISI، والاسم فلات ده جاي من الفريكوانسي دومين، ان انا في الباند اللي انا ببعت فيه الشانل ثابته في فريكوانسي دومين، انا الباند بتاعي صغير بالنسبه للكوهيرنس باندويتس. طيب نعم، ما هو انا عندي الفلات شانل يعني الشانل ما فيهاش اي اس اي، يعني الامباكس ريسبونس بتاع الشانل اقل صغير بالنسبه للسيمبل ديوريشن، كويس؟ فالسيمبل ديوريشن طويل والشانل ريسبونس قصير، فلما احط دي على دي مش هتديني اي اس اي.
ماشي، فده اكسبلانيشن في التايم دومين. في الفريكوانسي دومين ان الباند ويدث صغير بالنسبه للبي سي. اوكي، الثانيه بقى اسمها ايه؟ اكوردنج بقى برضه للتي ام، فيبقى اسمها فريكوانسي سيلكتيف فيدنج. فريكوانسي سيلكتيف فيدنج يعني ايه؟ يعني الباند ويدث بتاع الشانل كبير بالنسبه لبي سي. يعني الشانل بتاعتي انا شايف فيها تاني كيس بقى البي سي ما بقتش عامله كده، انما بقت ايه؟ بقت عامله كده، ادي الشانل اهي وادي البي اس اهي، تمام؟ او لو انا جيت بصيت عليها في التايم دومين هي تشانل فيها اي اس اي، فانا ببعت بلس عامله كده، حلو، ده التي اس بتاعي على تشانل عامله كده، ده التي ام بتاعي، كويس؟ فدي اسمها فريكوانسي سيلكتيف فيدنج. يبقى انا اكوردنج لتي ام او بي سي عندي يا اما تشانل فلات يا اما فريكوانسي سيلكتيف. فلات يعني فريكوانسي دومين ثابت وسط الباند ويدث بتاعي، فريكوانسي سيلكتيف يعني فريكوانسي دومين بيتغير كده في فريكوانسي جوه الباند ويدث بتاعي، تمام؟ في الحاجه دي الشانل انتروديوسز اي اس اي فيود ان ذا فريكوانسي دومين از ديفرنت فريكوانسي كومبوننتس هافينج ديفرنت جينز. في الحاجه دي انا هحتاج ايكوالايزر. يبقى انا لو الباند ويدث بتاعي اكبر من بي سي هحتاج ايكوالايزر، لان هيبقى عندي اي اس اي وده شكلها في فريكوانسي دومين وده شكلها في التايم دومين. خلاص، فده فريكوانسي سيلكتيف فيدنج. ادي السيجنال اللي انا باعتها وادي ايه البي اس اللي انا باعت عليها، عماله ايه طالعه نازله في الفريكوانسي دومين كده. طيب كلاسيفيكيشن اكوردنج للبي، نعم، الايكوالايزر هيشيل الايفكت بتاع الاي اس اي او هيقلل الايفكت بتاع الاي اس اي، ده سبجكت لوحده في الكوميونيكيشنز، ماشي، موضوع تاني خالص، ماشي. طيب الاكوردنج بقى للبي دي او للتي سي، هو اكشولي الاسم جاي من الحاجات اكوردنج للتي سي، فانا يا اما عندي سلو فيدنج يا اما فاست فيدنج. سلو فيدنج يعني ايه؟ سلو فيدنج يعني من هنا ان التي سي اكبر كتير من تي اس، يعني الشانل ما بتتغيرش وانا ببعت السيمبول بتاعي، كويس؟ شانل ما بتتغيرش وانا ببعت السيمبول بتاعي، فهنا هنسميها سلو فيدنج، تمام؟ دي تتشاف من التايم دومين ان انا الديوريشن بتاعي بتاع السيمبول اهو، وانا الشانل جين بتاعي ثابت، شانل جين او شانل امباكس ريسبونس يعني، كويس؟ شانل امباكس ريسبونس شكله زي ما هو ديورنج البعت بتاع السيجنال، فاسمه سلو فيدنج. والفاست فيدنج هو ايه؟ الفاست فيدنج هو ان انا وانا ببعت السيجنال الجيم بتاع التشانل او الامباكس ريسبونس بتاع التشانل بيتغير، تمام؟ فانا عندي حاجه اسمها سلو فيدنج وحاجه اسمها فاست فيدنج ديبندنج على العلاقه ما بين السيمبل ديوريشن بتاعي و التغير بتاع الجيم بتاع التشانل عامل ازاي. اوكي، طيب فده سلو وفاست فيدنج. طيب ده مثلا تيبيكال ميجرد فاليوز اوف تي ام، يعني في زي ما قلت لكم ان التي ام ده بيتحدد بالمالتي بات انفايرمنت اللي انت فيه والمسافات اللي انت بتتحرك فيها. فانت لو انت في اربن يعني جوه مدينه جوه نيويورك سيتي مثلا، التي ام بتاعنا هو بالافرج ديلاي ب 1300 نانو والستاندرد ديفيشن ب 600 نانو، ده شكل التي ام بتاعي. لو انا في اربن يعني انا في حته زي سان فرانسيسكو مثلا، المسافات هنا غير هنا، يعني سان فرانسيسكو دي المسافات فيها اطول شويه من نيويورك، نيويورك العمارات كلها ملزقه فيك فالمسافات بتبقى قصيره، سان فرانسيسكو مش كده، فتلاقي ممكن السيجنال تمشي مسافات اطول، فلما تمشي مسافات اطول فرق المسافات هيبقى اطول فالتي ام هيبقى اطول. فهنا مثلا بيقول لك انه في سان فرانسيسكو ما بين 10 و 25 مايكرو سكند، السب اربن 200 ل 300 نانو سكند، السب اربن دي اللي هي اسمها ايه؟ الحته اللي هي بره المدينه يعني مش عارف اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ الضواحي، ايوه صح الضواحي. الاندور لو انت جوه بقى مبنى مثلا هيبقى عندك ايه من 10 ل 50 نانو سكند في البيلدنج في الاوفيس، او لو انت الاندور ما بين ثلاثه سان فرانسيسكو بيلدنجز برضه انت بتتكلم عن نانو سكند. فالفاليوز دي بقى الفاليوز دي هي اللي بتخلي اي حد يعمل
ديزاين لكوميونيكيشن سيستم يحاول ان هو يتغلب عليها. يعني انا دلوقتي عاوز ابعت في حته انا عارف ان التي ام بتاعتي ب 600 نانو او ب 10 مايكرو او وات ايفر، فالرقم ده بيبقى انبوت للراجل اللي بيديزاين السيستم. لازم يديزاين السيستم تيكنج انتو كونسيدريشن انه الشانل اللي انا هبقى فيها هتبقى التي ام بتاعتها بكذا، تمام؟ فده بيعمل زي ما هنشوف كده لما هنيجي ناخد الاوف دي ام، ده بيعمل ده كونسترينت بيتحط عليك وانت بتديزاين السيستم. ده الكلام اللي احنا قعدنا نتكلم عنه، ده نفس الكلام متكرر مره تانية. طيب تعالوا بقى نشوف هنا، لو جينا عاوزين نعمل رسمه زي دي كده، وانا عندي هنا هرسم رسمه ظريفه كده. يس يس، عاوز ارسم بس نبقى في نفس الحاجه. تي سي طيب، تعالوا بقى عاوزين دلوقتي احنا ايه، احنا قلنا ايه ان التشانلز بتاعتنا اي تشانل في الدنيا هتبقى يا اما فلات يا اما فريكوانسي سيلكتيف ويا اما سلو يا اما فاست، تمام؟ فلازم حاجه من الاثنين اللي فوق وحاجه او حاجه ومعاها حاجه من الاثنين اللي تحت. فكده بقى عندي كم احتمال؟ اربع احتمالات، صح؟ الاربع احتمالات دول في الحقيقه هم الاربع احتمالات اللي مرسومين في المربعات دي. فتعالوا كده عاوزين نشوف ايه الوضع. احنا هنا رسمين هنا تي اس وهنا تي اس، كويس؟ فانا في الحقيقه مش موجود غير على خط ايه؟ 45 اللي هو في تي اس بتساوي تي اس، ما هو نفس التي اس. وحاطط هنا تي سي وحاطط هنا تي ام، تمام؟ طيب وعاوزين نكتب في الاربع حاجات دي، هم الاربع حاجات اللي هتطلعوا من هنا. طيب لو انا التي اس بتاعتي اكبر من تي سي، التي اس اكبر من تي سي، فده هيبقى اسمه ايه؟ سيمبل دوريشن طويل، كويس؟ والتي سي صغيره الشانل بتتغير بسرعه، يبقى ده اسمه ايه؟ فاست، صح؟ يبقى النقطه اللي فيها تي اس، النقط اللي فيها تي اس اكبر من تي سي اسمها فاست فيد. طيب النقط اللي فيها تي اس اصغر من تي سي، يعني انا ببعت بسرعه والشانل بتتغير بالراحه، ده يبقى اسمه ايه؟ ده يبقى اسمه بقى ايه؟ بالعكس، سلو. طيب لو انا تي اس بتاعتي اكبر من تي ام، تي اس اكبر من تي ام، سيمبل ديوريشن طويل، كويس؟ بالنسبه للشانل، فده يبقى اسمه ايه؟ لات. طيب لو انا السيمبل ديوريشن بتاعي صغير بالنسبه لتي ام، سيمبل صغير والشانل طويل، اسمه ايه؟ فريكوانسي سيلكت، تمام؟ طيب يبقى دول الاربع اوبشنز. طيب تيبيكالي احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم لو احنا حتى بنتحرك بسرعه، دي هتبقى في الميجا سكندز ودي هتبقى في المايكرو سكندز، كويس؟ يعني في حقيقه الامر التي ام ده مش هنا، التي ام ده هنا كده، ماشي؟ التي ام ده ايه؟ هنا كده، كويس؟ طيب يبقى لو هو دي الكيس، يبقى ايه الحاجات اللي هتحصل وايه الحاجات اللي مش هتحصل؟ يعني خط 45 اكشوال يبقى شكله عامل كده اهو، ده كده خط 45. وانا كان المفروض طبعا انزل دي تحت بس ما كنتش عارف اكتب، ماشي؟ فيعني هو ده كده خط 45. طيب يبقى ايه الحاجات اللي ممكن تحصل في الحقيقه؟ هل انا كده رسمها صح ولا غلط؟ ماشي. ايه اللي ممكن يحصل في الحقيقه؟ اول حاجه هتحصل، خلي بالك انت عاوز تزود الريت، تعالوا نبص بس الاول لما بنزود الريت بيحصل ايه؟ بتاع ده بيصغر، صح؟ فكل ما بتزود الريت بيحصل ايه؟ انت بتخش جوه قصه ان الشانل سلو، لان انت عمال تصغر في الديوريشن بتاع السيمبل، صح؟ فانت لما بتصغر في الديوريشن بتاع السيمبل هيبقى اصغر من تي سي، فمش هتبقى عندك مشكله ان انت هيبقى عندك فاست فيدنج، هيبقى عندك سلو فيدنج عادي مفيش مشكله. لكن كل ما انت بتزود الريت كل ما انت ايه؟ هتبقى في فريكونسي سيلكتيف، كويس؟ فانت لو انت بعت بريت عالي قوي هيبقى عندك فريكونسي سيلكتيف شانل قوي وشانل ايه؟ فيري سلو، لان انت مزود الريت قوي، تمام؟ فهتفضل ايه تطلع على الخط ده كده، بعد شويه هتخش في النقطه بتاعت سلو وفلات. ان انا السيمبل ديوريشن بتاعي بقى اكبر من تي ام وبقى لسه اصغر من ايه؟ من تي سي. فانا هبقى في النقطه بتاعت سلو وفلات. لو قللت الريت كمان هروح فين؟ فاست وفلات، هي محدش عمره بيخش في الحته دي. النقطه دي مش منطقيه. النقطه دي مش منطقيه.
اللي هو فاست وفلات ده صعب شويه. كويس؟ يعني لازم ابقى قاعد بقى بريت في منتهى البطء. كويس؟ فده صعب قوي. فاحنا يوجوالي احنا ما بين الاثنين دول في الحقيقه يعني. كويس؟ الفاست ده بيحصل يعني احتماله قليل قوي. فاحنا عاده ما بيحصلش ان الشانل بتتغير جوه السيمبل ديوريشن. ممكن تتغير من سيمبل الثاني بشكل بسيط، او لازم تكون ما بتتغيرش سريع من شانل الثاني، عشان لازم اتراك للشانل واعمل حاجه اسمها شانل استيميشن اند سو اون زي ما هنشوف كمان كام محاضره. لكن احنا عاده يعني بنشتغل في الحته دي كده ما بين سلو فلات وسلو فريكونسي سيلكت. نعم، لانه الاكس ده اسمه تي اس والاكس ده اسمه تي اس. كويس؟ فانا ما ينفعش يبقى عندي تي اس بقيمه على بالنسبه للتي سي وتي اس بقيمه ثانيه بالنسبه للتي ام. هي تي اس مثلا 1 مايكرو سكند، فلازم احط هنا 1 مايكرو سكند واحط هنا 1 مايكرو سكند. ماشي؟ اي سؤال؟ طيب في حاجه اسمها بقى الريلي فيدنج. الريلي فيدنج ده زي ما هتشوفوا كده في الريبورت اللي هتاخدوه، يعني هو شكل الماجنتيود بتاع الشانل عامل ازاي، بيفولو ديستريبيوشن شكله عامل ازاي. فده مثلا شكل الريلي فيدنج ماجنتيود مع التايم بيتغير ازاي. فزي ما انتم شايفين وزي ما شفنا في اول محاضره خالص في الحكايه دي، ان انا مثلا عندي هنا بالدي بي ما بين مثلا هنا ايه 7 وماينس 40. كويس؟ يعني الفاريشن في الماجنتيود بتاع الريلي فيدنج جامد قوي، فبيبقى داش الديستريبيوشن شكله عامل كده اللي هو كي ايكوال ماينس انفينيتي. كويس؟ فده شكل الديستريبيوشن بتاع الماجنتيود بتاع الشانل بيفوجوا حاجه اسمها الريلي ديستريبيوشن اللي انتوا خدتوه في البروبابيلتي. تمام؟ اللي هو جذر جاوسيان سكويرد زائد جاوسيان سكويرد، ده بيطلع حاجه اسمها ريلي فيدنج ديستريبيوشن. تمام؟ في حاجه بقى اسمها رايسيان فيدنج او رايسيان ديستريبيوشن اللي هو ده. الرايسيان ديستريبيوشن ده لو انا عندي لاين اوف سايت، يعني انا مش بس عندي حاجات بتخبط وبتيجي، لا عندي كمان دوميننت باث في سيجنال قويه ومعاه حاجات جايه من نتيجه ريفراكشنز، فده بيطلع ديستريبيوشن اسمه رايسيان ديستريبيوشن شكله عامل كده. دي اشهر انواع الديستريبيوشنز الموجوده. غير ماجنتيود بتاع الشانل بيبقى عامل ازاي، اللي هي الريلي ديستريبيوشن والرايسيان ديستريبيوشن، وهي بتديبند على اذا كان انا عندي لاين اوف سايت ما بين الترانسميتر والريسيفر ولا ما عنديش لاين اوف سايت ما بين الترانسميتر والريسيفر، واللاين اوف سايت ده قوته قد ايه بالنسبه للحاجات اللي عماله تخبط وتيجي. فالكي اللي هي ايكوال 6 دي بي ده رقم، ممكن يبقى 10 ممكن يبقى 5 ممكن يبقى 4 على حسب قوه اللاين اوف سايت بالنسبه للباثس اللي عماله ايه تخبط وتوصل. اوكي؟ بيعبر عن اللاين اوف سايت. يعني ايه لاين اوف سايت؟ يعني انا عندي ترانسميتر وريسيفر. كويس؟ ممكن يبقى في لاين اوف سايت كده وشويه حاجات بتخبط وترجع. كويس؟ فده هيفوروا حاجه اسمها الماجنتيود بتاع السيجنال اللي هستقبله هنا، هيفوروا ديستريبيوشن اسمه جايسيان. كويس؟ لو انا عندي بقى حاجه في النص بتبلوك الترانسميتر عن الريسيفر، فهيبقى كله حاجات ايه؟ بتخبط وتيجي. فلما يبقى كله حاجات بتخبط وتيجي هيبقى حاجه اسمها ريلي. كويس؟ اوكي؟ طيب تعالوا بقى نتفرج على السيجنال هيبقى شكلها ايه بقى، او تعالوا نشوف تغيير البارامترز دي هيفرق في الشانل ازاي. طيب ده كوميونيكيشن سيستم اكشوالي اتس يعني ان اوف دي ام كوميونيكيشن سيستم، لكن احنا عاملينه عشان نشوف شكل التشانلز عامل ازاي. فتعالوا نبص كده نشوف لو عملنا رن ده. اول عندنا اي دبليو جي ان شانل،
طيب تعالوا نشوف ايه اللي عندنا ده. احنا عندنا دلوقتي ده السبيكترم بتاع الريسيفد سيجنال. انا باعت سيجنال فلات وبتفرج على السبيكترم بتاع الريسيفد سيجنال، كويس؟ فده السبيكترم بتاع ايه؟ الريسيفد سيجنال. وانا عندي هنا اي دبليو جي ان شانل في السيميوليتور، انا حاطط السيجنال نويز ريشيو 30 دي بي، كويس؟ وعندي دي حاجه اسمها 802.11a اللي هو اول ستاندرد، زي ما قلت لكم يمكن قبل كده، ده اول ستاندرد او اف دي ام ستاندرد يعني اتعمل، كويس؟ ده اول او اف دي ام سيستم اتعمل. فالاو اف دي ام سيستم ده اعلى موديوليشن فيه هو ال 64 كوام، كويس؟ فده شكل ال 64 كوام بعد ما استقبلتها، فانا لسه مستقبلها بشكل كويس، كويس؟ يعني السيجنال تو نويز ريشيو عالية. طيب لو انا حاولت هنا دي فين بقى؟ لو انا جيت قللت ده، قللته مثلا 10 دي بي. طيب لما خليته 10 دي بي حصل ايه؟ نزل الموديوليشن سكيم، خلاه 4 كيو بي اس كي، تمام؟ فاول حاجه هنا بنشوفها ان احنا السيستمز دي يا جماعه دايما بيبقى فيها موديوليشنز، يعني ده مثلا في من اول الكيو بي اس كي لغايه 64 كوام. ديبندنج على السيجنال تو نويز ريشيو بيشوف ايه هو الموديوليشن سكيم المناسب اللي يبعت عليه. فلما كانت السيجنال نويز ريشيو 30 دي بي كان عارف يبعت على 64 كوام. السيجنال نويز ريشيو نزلت بقت 10 دي بي، بقى اخر حاجه قادر يبعتها كام؟ كيو بي اس كي. لو جيت برضه هنا في النص وخليت حاجه ان بتوين مثلا 20، لسه كيو بي اس كي بس برفورمانس احسن. طيب تعالوا نزود شويه كمان 25. لما خرجناه 25 حصل ايه؟ بقى 16 كوام، لان هو دلوقتي بقى بالنسبه للسيجنال نويز ريشيو اللي عنده بقى يقدر يسبورت 16 كوام بعد ما كان بيسبورت كيو بي اس كي او على القليل و64 على العالي، تمام؟ فدي الفلات شانل، النو فيدنج شانل اللي هي اي دبليو جي ان شانل. طيب تعالوا بقى نشوف لو انا عندي فلات فيدنج شانل. نويز، نويز بس. اي دبليو جي ان مفيش فيدنج. ماشي؟ لسه 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 هغيرها. طيب. ده الفلات فيدنج شانل. ماشي؟ مش دي يعني، دي مش الفلات، دي الثانية، ثانية واحدة. هنشوفها بعدين دي. طيب. طيب ده الفلات فيدنج شانل. الاول دي فلات فيدنج شانل في الفريكوانسي دومين، في التايم دومين. ماشي؟ فلات فيدنج يعني ايه؟ يعني عندي 1 ريزولفبل باث، تمام؟ ونتيجه الحركه ال 1 ريزولفبل باث ده عمال يطلع وينزل، تمام؟ فادي الفلات فيدنج شانل في التايم دومين دلتا، والدلتا دي الماجنتيود بتاعها عمال يطلع وينزل. واتفرجوا على السبيد اللي هو بيطلع وينزل فيها. انا حاطط دلوقتي الدوبلر ب 200 هرتز، تمام؟ ففي 200 هرتز السبيد كانت عامله كده. حلو؟ بعد شويه هنغير ونشوف هيبقى عامل ازاي، بس ده كده في 200 هرتز. طيب تعالوا نشوف السيستم بتاعنا عامل ازاي. الافريج سيجنال تو نويز ريشيو هي لسه ب 25. اوكي؟ طيب ده السيجنال تو نويز ريشيو الانستنتينيوس، يعني كل نقطه، ما هو الشانل عماله تطلع وتنزل. فالانستنتينيوس الانستنتينيوس سيجنال تو نويز ريشيو بتزيد وتقل حوالين ال 20 دي. فاتفرجوا على الشانل دي وهي عماله تزيد وتقل، واللي بيحصل هنا سيبكم من انها بتلف، دي هنتكلم فيها دلوقتي، لكن بصوا على الموديوليشن اللي انا بقدر اسبورت كل ما البتاعه دي عماله تطلع وتنزل، صح؟
انا لو زودت السيجنال تو نويز ريشيو شويه عن كده هنوصل 64 كوام. يعني لو خليت دي بدل 25 خليتها مثلا خلينا نحط رقم تاني، خمسة وأربعين مثلا. أشوفوا بقى الرياسة شايفين بيحصل إيه؟ 64 كوام. وبعدين هو الإيكوالايزد ده هو اللي أنا بعد ما بصلح السيجنال، هو اللي تحت ده، وده اللي أنا بريسيفت. فزي ما أنتم شايفين أنا عمال أروح ما بين الموديوليشن تكنيكس المختلفة بيزد على الشانل بتاعتي حالتها دلوقتي عامل إزاي. كويس؟ وده البيت ريت اللي انا ببعته، المفروض ان ده بيسبورت من اول 6 لغايه 54، فالخط اللي فوق ده عند 54 ميجا بتس بير سكند، وتحت خالص هتروح عند 6، هينزل عند 6 في وقت من الاوقات. المهم انه الشانل اللي احنا لسه شايفينها دي اللي هي ب 1 دلتا في التايم دومين، الفريكونسي دومين بتاعها عباره عن ايه؟ ثابت، صح؟ ليه؟ لان الكوهيرنس باندويتس بتاعها اعلى من الحته اللي احنا شايفينها. عشان كده احنا شايفين 1 دلتا في التايم دومين. لو انا زودت الريت اللي انا ببعت بيه ال 1 دلتا دول ممكن تتفكك لاكثر من دلتا طول ما انا عمال اصغر ايه؟ السيمبل ديوريشن. فالفريكونسي دومين عمال كله على بعضه يزيد ويقل كده، وسرعه تغيره هي سرعه التغير اللي جايه نتيجه الدوبلر اللي انا حاطه بنتين. اوكي؟ فدي فلات شانل الافرج سيجنال نويز ريشيو 45 دي بي و 200 هرتز الدوبلر. طيب تعالوا نشوف اول حاجه الايفكت بتاع الدوبلر. لازم نوقف. طيب الدوبلر كان 200، انتوا شفتوا السبيد بتاعت التغير كانت عامله ازاي. تعالوا نشوف لو 50 سبيد التغير هتبقى عامله ازاي. طيب سيبكم من دي هنشوفها دلوقتي. حاسين ايه الفرق دلوقتي ما بين ال 200 وال 50؟ سرعه تغير التشانل، صح؟ ان الريتشانل واخده نفس الاشكال اللي كانت بتاخدها في ال 200، كويس؟ وهتلاقوا نفس الديستريبيوشن بتاع الماجنتيودز اللي الدلتا دي بتاخدها ثابت ملوش علاقه، لكن سرعه بقى انك انت بتنط من ماجنتيود للتاني بقت ايه؟ ابطا. لان البتاع بقى 50، الدوبلر بقى 50 بدل ما كان كام؟ 200، فبقى ربع السبيد، فانا دلوقتي بتحرك بربع السبيد اللي انا كنت بتحرك بيها من شويه صغيرين. تمام؟ فده الدوبلر افكت بتاعي عامل ازاي. طيب تعالوا بقى نشوف لو احنا عملنا ديسبيرسيف شانل. كويس؟ طيب انا دلوقتي عامل شانل فيها 6 دلتاز. كويس؟ فيها 6 دلتاز، والستة دلتاز دول استنوا خلينا الاول عشان نمشيها برضو سريع الاول عشان تشوفوها اسرع. والستة دلتاز دول بياخدوا ديستريبيوشن من نفس الديستريبيوشن، يعني ما هماش نازلين، لا الستة بياخدوا نفس الديستريبيوشن، فالمفروض يعدوا على نفس الفاليوز. حلو؟ فدي التشانل في التايم دومين، ودي التشانل في الفريكونسي دومين. كويس؟ فبرضه بصوا على شكلهم عامل ازاي. شوفوا طبعا التشانل عكت مننا كده، بقت القصه هنا ايه؟ اوحش. القصه هنا بقت اوحش. لانه يعني التشانل فيها فارينس كبير وفي مشكله فيها يعني. في الفريكونسي استيميشن والكلام ده، بس يعني مش مهم ايه السبب، بس المهم دلوقتي ان احنا نركز مع ايه؟ مع التشانل. فالتشانل زي ما انتم شايفين 6 اهم، وادي شكل السبيكترم عامل ازاي. تمام؟ احنا دلوقتي هنخلي السته دول 2 مثلا، وهنشوف شكل السبيكترم عامل ازاي. فانا عاوزك تبص على الكوهيرنس باندويتس، على الكوهيرنس باندويتس في السبيكترم ده. فلما كان عندي 6 باتس في التايم دومين، بقت الشانل بتتغير بالشكل اللي انتم شايفينه في الفريكونسي دومين، عامله كده، فيها كذا كذا ايه بتاع كده اهو، ماشي؟ وده السيجنال تو نويز ريشيو اللي هي ايه اللي احنا عندها في كل نقطه. اوكي؟ طيب تعالوا بقى نشوف لو قللنا
هنخليهم مثلا 2. دلوقتي بقى ايه؟ بقى عندي 2 باثس بس بدل 6. حلو؟ طيب 2 باثس بدل 6 دي، شايفين ايه الفرق بين ده وبين اللي فات ولا مش شايفين؟ ايه اللي حصل؟ بقى عندي التي ام بتاعتي صغرت. التي ام كان في 6 من دول، فكان ليها التي ام بتاعتها كانت كبيره شويه، 3 ولا 4 ولا اي حاجه. دلوقتي بقى في 2 بس، فالتي ام بتاعتي بقت مثلا نص. اوكي، فايه اللي حصل في الفريكوانسي دومين؟ الكوهيرنس باندوتس حصل له ايه؟ واضح بقى الكونسبت. يعني ايه كوهيرنس باندوتس؟ يعني اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، لما عدد الباثس في التايم دومين قل بتاع صغرت في التايم دومين، الفريكوانسي دومين بقى ايه؟ بيتحرك بالراحه كده. لما كانوا كتير كان الفريكوانسي دومين عامل كده، تمام؟ فيبقى طول التشانل في التايم دومين انفرسلي بروبورشنال للكوهيرنس باندوتس بتاع التشانل في الفريكوانسي دومين، تمام؟ وسرعه تغير التشانل ما لهاش اي علاقه بقى بالبارامترز دي، انما ليها علاقه بالايه؟ بالدوبلر، تمام؟ فالدوبلر ده هو اللي بيقول لي البتوع دول بيتغيروا بسبيد عامله ازاي، عمالين طالعين نازلين كده بسبيد عامله ازاي. اوكي ماشي. ديستنس ايه؟ اللي هي الايه؟ لا مش فاهم. انا عندي مثلا الار اكس والتي اكس قريبين من بعض، فالشمال مش طويل، مش طويل، اكيد في كذا برضه. لا ما هو بص، هو كذا باثس ده، لو انا عندي في الاخر الباثس كلها ما بين التو فاليوز دول، يبقى ده مش هيفرق شكله. انت بتتكلم على التي ام. حلو؟ أنا لما هنا بقول نمبر اوف باث زاد، النمبر اوف باث زاد على نفس الديستنسز دي، مش معناها إن أنا عمال أحشو باثز هنا. لو أنا بحشو باثز هنا مش هيحصل حاجة في الفريكونسي دومينات زي ما هو. ماشي؟ أي سؤال؟ أي سؤال؟ قول. تغيير إيه؟ لو جبت حاجه بت ايه؟ لو جبت حاجه مثلا بسرعه، الموبايل مثلا، هل هيتغير؟ بص، بسرعه دي كلمه ريلاتيف، كويس؟ بس لما بتيجي، لما بييجوا مثلا هم يتكلموا على بسرعه، فبيتكلم مثلا على ايه؟ هاي سبيد ترينز مثلا، ترينز اللي بتمشي ب 500 كيلو في الساعه، واخد بالك؟ ده بيحط بقى كونسترينتس مختلفة. كويس؟ لو انت ماشي برضه ب 100 كيلو ولا حاجة مختلفة شوية عن الصفر وال 20، مختلفة شوية، لكن بالنسبة يعني الدوبلر اللي هيطلع لك ده بالنسبة للريتس اللي انت بتبعت بيها هيكون برضه لسه قليل، فانت هتفضل في الحتة دي زي ما بقول لك فترة طويلة. عشان تخش في دي لازم تكون ماشي يعني باكستريم سبيدز رهيبة يعني، واخد بالك؟ فيوجوالي المشكلة أكتر بتبقى نتيجة التي ام، مش السرعه بتاع التغير للتشانل. سرعه التغير للتشانل دي طالما انت قادر تلاحق وتعمل استيميشن للتشانل بشكل معقول مش هتفرق معاك كتير. لا بيحصل. بيحصل. هو ده اللي انت يعني، ما هو انت دلوقتي خلي بالك الاشكال اللي انت بتشوفها دي انت هنا بس شايفها بسرعه. لو انا قللت السبيد بتاعه الحركه، تعالى نشوف يعني، خليك ركز كده مع الايه؟ العك اللي فوق ده. حلو؟ تعالى كده نقلل شويه. تعالى نتفرج كده. انا كده قللت السبيد. حصل ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجة بالنسبة في الأشكال دي.
يعني انت برضو الاشكال اللي فوق دي هي نفس الاشكال اللي انت كنت بتشوفها لما كانت 200، واخد بالك؟ انت عشان البتاع دي تبوظ منك محتاج تحط بقى دوبلر عالي قوي 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 انريالستك، واخد بالك؟ فهي المشكله ما بتبقاش عاده في السرعه على قد ما هي بتكون في التشانل المالتي باث فيها عامل ازاي، هو ده الحاجه الاساسيه اللي بتعك لك الدنيا. ماشي؟ نعم. بغير الدوبلر. بغير الدوبلر. الدوبلر يعني ايه؟ يعني هما الاثنين بالنسبه لبعض سرعتهم بقت مختلفه. الترانسميتر بقى اللي بيتحرك، الريسيفر اللي بيتحرك مش مهم. ماشي؟ طيب عاوزين ايه تاني في الحكايه دي؟ حد عاوز يشوف حاجه تانيه؟ حد نفسه يشوف اي حاجه؟ عاوز تزود الدوبلر كمان؟ عاوزه كام؟ 50,000. ده انت مفتري. معرفش اصلا انك بتاع ده بيسبورت دوبلرز لغايه كام، لان هو في حته عندها هيفيل. بس تعالى نزود شويه ونشوف. 5,000 مثلا. بتاع اتجنن بقى. لان احنا دخلنا في الحته دي. دخلنا في الحته اللي هناك دي، فالدنيا ايه؟ زي ما انت شايف كده السيستم فيلت. خلاص هو مش ملاحق بقى، الدنيا عماله ايه؟ يعني بايظه منه، هو جاجر خلاص سلم. ماشي؟ حد نفسه في حاجه تاني؟ قول. ما هو الايفكت بتاعها، الايفكت بتاعها هو ده، هو الحاجات اللي عماله تلعب دي، هو ده الايفكت اللي انت شايفه بالظبط. نعم. يعني ايه؟ مفيش اي حل ليها. لا ما هو اصل انت عمرك ما هتوصل ل 5000 دي، ال 5000 دي يعني انت ماشي بقى بسرعات يعني خرافيه يعني. مفيش الكلام ده، فهي عمرها ما بتوصل انها تبقى للدرجه دي. حاجه مش منطقيه. ما بيحصلش انه بيبقى كده يعني. طيب اي سؤال؟ طيب. طيب هناخد كده مقدمة سريعة عن المالتي كارير موديوليشن أو المالتي تشانل موديوليشن أو اللي هو إيه الأوف دي إم يعني. طيب اللي إحنا إتكلمنا فيه الكام محاضرة اللي فاتوا، إتكلمنا عن زي ما قلنا من الأول، هنتكلم عن حاجتين أساسيين اللي هو الدي إف تي، هنتكلم عنه لأن هو ده هيخلينا نعرف نإمبريمنت المالتي كارير سيستم، وهنتكلم عن التشانل شكلها عامل ازاي سواء في الواير لاين كوميونيكيشن او الوايرلس كوميونيكيشن. تمام؟ فشفنا المشكله الموجوده الواير لاين والوايرلس كوميونيكيشنز، ورجونا المشكله الموجوده في الكوميونيكيشن سيستمز اللي احنا عاوزين او التشانلز اللي احنا عاوزين نبعت عليها وبنمبلمنت عليها الكوميونيكيشن سيستمز. فلقينا ايه بقى؟ لقينا ان مشكلتنا الاساسيه هي ان التشانلز سواء الوايرلس تشانلز او الواير لاين تشانلز الاثنين فيهم مشكله ان التشانل مش فلات في الفريكوانسي دومين، وده معناه انه الامبلس ريسبونس بتاعها في التايم هيبقى طويل. تمام؟ تمام؟ ممكن يبقى هنا عندنا 0 دي بي وهنا مثلا ماينس 50، وممكن هنا يبقى عندنا الحته دي 40 دي بي مثلا. كويس؟ فنتيجه ده التايم
الامباكس ريسبونس في التايم هيبقى ايه؟ طويل كده. تمام؟ فانا كل ما احاول ازود الريت بتاعي كل ما الاي اس اي هيزيد لاني الريتشانك بتاعتي طويله وانا عمال اصغر في الديوريشن، ففي الاخر مش هعرف ابعت على الريتشانل دي سواء الريتشانل دي او الريتشانل دي. تمام؟ انا عندي بتاع كده تي اس، فكل ما بصغر التي اس دي كل ما الاي اس اي بيزيد وكل ما بفشل ان انا افك الاي اس اي ده بالايكوالايزر اللي هو ما اقدرش ازود الكومبلكستي بتاعته عن حاجه معينه. تمام؟ طيب ايه بقى الحل اللي احنا ممكن نشوفه لحاجه زي دي؟ ايه الحل اللي احنا ممكن نفكر فيه لحاجه زي دي؟ تفتكروا ممكن نعمل ايه؟ لو انا قايل لك عندك تشانل كده ابعت عليها داتا، ابعت عليها داتا كتير جيفن ان ايه؟ انك انت مش هتعرف تبعت عليها كلها على بعضها، لانك لو حاولت تبعت عليها كلها على بعضها هيحصل لك اي اس اي هي ايه؟ هيبهدل لك الدنيا. فتفتكروا ايه الحاجه اللي انا ممكن اعملها عشان ابعت على التشانل دي؟ ايه ابسط طريقه ممكن اعملها؟ نفس الريت العالي ده بريت عالي، عاوز ابعت بريت عالي على التشانلز دي سواء دي او دي، وعاوز اعلي ريت از ماتش از اي كان على الاثنين دول من غير ما يجي اي اس اي. تفتكروا كده ممكن اعمل ايه؟ نقسمها ايه؟ تمام، فهقسمهم كده قصدك صح؟ ماشي. وبعدين ايه؟ فريكونسي ديفيجن مالتيبلكسنج صح؟ ممكن اليوزر يبعت على الشانل دي او دي يوزنج اف دي ام. تمام؟ الاف دي ام اللي انتوا خدتوه في سنه كام؟ سنه ثالثه، مش انتوا خدتوا اف دي ام في سنه ثالثه؟ ان انا ممكن يبقى عندي شانل كبيره كده واخلي يوزرز مختلفين كل يوزر ياخد حته من دول، هنا يوزر 1 يوزر 2 يوزر 3 يوزر 4 كده صح؟ وكنا لما بنعمل كده كنا بنسيب جارد باند ما بين كل يوزر والتاني عشان ايه؟ السيجنالز ما تخشش في بعض. صح؟ فانا كونسبتشوالي ممكن اعمل كده ان انا اخد الباند الكبير ده واقسمه مجموعه من الباندز وكل واحد من الباندز دول احط فيه سيجنال. تمام؟ كل واحد من الباندز دول احط فيه سيجنال واسيب حواليه جارد باند، فممكن مثلا ابعت هنا واسيب الاثنين دول وابعت هنا واسيب دي، ابعت واحده واسيب واحده مثلا. كويس؟ ممكن ابعت واحده واسيب واحده بحيث ان انا ايه؟ اضمن ان انا مش هيحصل لي انترفيرنس. كويس؟ نعم. طب واللي هنا دي سيمبل ديريشن كبير ولا صغير؟ انت بتقول ان الصغيره هنا عامله كده صح؟ طب اللي هنا دي عامله ازاي؟ ده بيتهيألك. طب حد بيتهيأله حاجه تانية؟ حد بيتهيأله حاجه تانية؟ هو انا عندي هنا باند ويدث معين بي الصغير ده وعندي هنا بي برضه، يبقى هيبقى بتاع البي اللي هنا التخن بتاع السيمبل هيبقى مختلف عن بتاع البي اللي هنا. طب ايه الفرق ما بينهم؟ كارير صح؟ فيعني لو عملت كده كل واحده من دول هيبقى السيمبل ديوريشن بتاعها كبير. كويس؟ لو الباند ويدث بتاعتهم متساويه فكل واحده منهم يبقى الباند ويدث بتاعها ايه؟ كبير. البند السيمبل ديوريشن كبير، الباند ويدث صغير، السيمبل ديوريشن كبير. فأي واحدة من دول هتتبعت على الشانل هتشوف شانل إيه؟ بالنسبة لها شانل فلات. بالنسبة لها شانل فلات، أنا واخد حتة صغيرة قوي في الفريكونسي دومين
وبعت عليها كل شويه ايه؟ بعت على واحده منهم وسايب واحده، صح؟ صح يا جماعه ولا لا؟ طيب ايه مشكله ده؟ افرض ان انا هقسم الشانل الكبيره دي 1000 حته. هقسم الشانل الكبيره 1000 حته. ها ايه؟ هتطلع 1000 قدامهم، دي حاجه. طب ايه الحاجه الثانيه؟ هعمل 1000 ريسيفر، صح؟ هعمل 1000 ريسيفر، كل واحد فيهم هيبقى عندي كارير فريكونسي مختلفه وهسنكرونايز معاه وهعمل بقى 1000 ريسيفر في الريسيفر، الريسيفر هيبقى فيه 1000 ايه؟ كل واحد ماتشد مع فريكونسي، صح؟ فطبعا الفكره اللطيفه دي معناها فكره فيري لوجيكال، لكن ايه؟ واكيد موجوده في دماغ الناس من مليون سنه، لكن محدش حاول يعملها لانها اكستريملي كومبلكس. انا كل ما هزود الباند ويتس الكبير هقسمه عدد اكبر من الباند ويتس الصغيره، وكل ما هعمل كده هضطر ان انا اعمل عدد كبير من الريسيفرز. ففي الاخر محدش عمل كده في الحقيقه، كويس؟ محدش عمل كده. فده اول حاجه، ان انا اقدر اعمل، ان انا ثيوريتيكلي اقدر اعمل اف دي ام، ثيوريتيكلي اقدر اعمل اف دي ام، لكن انا في الحقيقه مش هعرف اعمل اف دي ام، لانه الكومبلكسيتي بتاعته هتخليني ما اعرفش اعمل حاجه، تمام؟ بلس ان انا هلوز، لو انا حاطط الجارد باند على حسب بقى الجارد باند بتاعي وعلى حسب الفلترز، انت متخيل بقى ان كل واحده من دول هتبقى عاوزه فلتر يحميها من ايه؟ من اللي جنبها، صح؟ فهيبقى عندي بقى فلترز، فلترنج فيري اكيوريت فلترنج عشان اقلل اللوس وكده يعني، تمام؟ فالموضوع طبعا محدش عمل كده لانه فيري فيري كومبلكس ومستحيل ان هو ايه يشتغل. يبقى احنا كده وصلنا للكونسبت الاساسي او الحاجه اللي احنا ايه هنوصل لها وهنشوف بقى هنعملها ازاي امبلمنتيشن، ان انا لو انا عندي تشانل طويله كده وانا عاوز ابعت عليها بريت عالي، فانا لازم اقسم التشانل بشكل او باخر. حلو؟ فحتى ايه احنا دلوقتي اتكلمنا على اف دي ام، صح؟ اللي احنا هنوصله في الاخر اسمه ايه؟ هو اف دي ام، فهو كونسبتشوالي شبيه، لكن في حاجات بسيطه كده فيه هتخليه امبلمنتبل، كويس؟ هتخليه ايه؟ مش مستحيل ان هو يحصل له امبلمنتيشن زي الاف دي ام اللطيف اللي هو ايه؟ مش هنعرف نعمله ده، تمام؟ طيب ده الكلام اللي احنا كاتبينه هنا، ان احنا ان المالتي تشانل موديوليشن دي uses the principle of ايه؟ divide and conquer، كويس؟ divide and conquer ده بقى بيعمل ايه؟ انك انت بتديفايد الوايد باند شانل والسيفير اي اس اي انتو سمولر شانلز ذات كان بي كونسيدرد اي دبليو جي ان شانلز، كويس؟ يبقى انا لو انا مش قادر اتعامل مع الشانل الكبيره الجامده قوي دي، انا هقسمها مجموعه كتيره من الشانلز الضعيفه او الصغيره، كل واحده فيهم انا اقدر عليها، كل واحده فيهم اقدر عليها، اقدر ابعت عليها، اقدر اعمل عليها، تمام؟ طيب وبعدين تقولك المره الجايه data transmission through over difficult channel is transformed through the use of advanced DSP techniques into parallel transmission of the given data stream over a large band of subchannels which can be considered AWGN. يعني ببساطه كده هنشوف حكايه الادفانسد دي اس بي تكنيكس دي، لكن الفكره ببساطه ان انا هقسم التشانل لمجموعه من التشانلز، كل واحده فيهم كان بي كونسيدرد ايه؟ فلات شانل، فكل واحده فيهم كانها ديورنج الترانسميشن كانها اي دبليو جي ان شانل، كويس؟ التشانل اللي احنا الكبيره اللي احنا شفناها عماله تطلع وتنزل دي ات اني بوينت، كويس؟ ات اني بوينت هي كانها اي دبليو جي ان، صح؟ بجين معين، بعديها بشويه هتبقى اي دبليو جي ان برضه بس بجين تاني، بعديها بشويه اي دبليو جي ان بجين تالت، كويس؟ ففي الاخر اي دبليو جي ان ده ميزته ايه؟ ان هو مش هيعمل اي اس اي. مش هيعمل اي اس اي. خلاص؟ فطالما انا ما عنديش اي اس اي فبقى اسمها اي دبليو جي ان، فبقى ايه؟ اقدر ان انا اتعامل معاها وابعت عليها بشكل سريع. طيب فدي لو هي الفيدنج شانل شكلها عامل كده. نعم. ااا
طيب افرض انا دلوقتي ان انا عندي الشانل دي طولها اللي هي كلها على بعضها طولها مثلا 10 تايم سلوتس يعني ايا كان، والبتاع اللي انا عاوز ابعتها دي طولها تي كويس. فانا لو بعت دي على دي هيحصل لي اي اس اي 10. طيب افرض ان انا قسمت دي 100، فبقى عندي بدل دي بقى عندي بتاع طولها كام؟ 100 تي. اسيوم يعني ان انا مقسم دي 100 وعارف ابعت عليهم كلهم زي ما هنشوف هنعملها ازاي. فكل واحده فيهم بقى عليها طول كام؟ 100. ما انا عندي 100 واحده بقت 100 تي، بس بعتهم ايه بقى؟ بعت ال 100 تي دول في نفس الوقت على ال 100 سب كاري، فبقى عندي 100 تي واحده ثانيه تحتيها 100 تي بس مضروبه في فريكونسي 1، بعدين 100 تي مضروبه في فريكونسي 2 وهكذا. ففي الاخر كاني بعت في كل تايم سلوت واحده، انما هنا بدل واحده كل واحده بقى هنا 100 كل 100 كويس. طيب لو انا عاوز اقول ان انا باعت على حته من الريتشانل، على حته من الريتشانل كويس، تفتكر التايم دومين بتاعها هيبقى احسن من ده ولا اوحش من ده؟ سؤال تاني يعني بشكل اخر، لو انا عاوز اعمل اشوف التايم دومين اوتبوت بتاع اي واحده من دول وانا مدي لك بس الامباكس ريسبونس بتاع كلها على بعضها، اقدر اطلع ازاي التايم دومين اوتبوت؟ انا دلوقتي مش مدي لك الامباكس ريسبونس بتاع اي واحده من ال 100 شانل، لكن مدي لك الامباكس ريسبونس بتاع الشانل كلها على بعضها حلو، وبقول لك انا عندي سيجنال اهي، السيجنال دي الفريكوانسي دومين بتاعها واقع في حته معينه كويس، وده التايم دومين بتاعها، وعاوز اشوف الاوتبوت تايم دومين بتاع دي لما تخش على الشانل الصغيره بتاعتها، وانا مدي لك بس الامباكس ريسبونس ده، هطلع الاوتبوت ده ازاي؟ قول باند باس فلتر في حاجه اسهل من كده بكتير. ها دي الاتش اللي هي التوتال، حد يقدر يقول لي؟ انا عندي الامباكس ريسبونس بتاعت الشانل الكبيره، وعندي حاجه صغيره هي ليميتد في الفريكونسي دومين لحته صغيره جوه البند الكبير بتاع الامباكس ريسبونس الكبير، وعاوز اجيب الاوتبوت في التايم دومين بتاعها، اعمل ايه؟ اصغر يعني ايه؟ مش طويل في التايم دومين. ماشي، هو بس هو مش عندنا. حد فيكم يقدر يقول لي اقدر ازاي اجيب الامباكس الاوتبوت بتاع اي واحده من دول جيفن ان انا عندي ده، وجيفن ان كل واحده فيهم ليميتد في الفريكونسي دومين؟ ازاي؟ ما هي في الاخر هو ما انت مدخل التايم والفريكونسي في بعض، انت عاوز تعمل ميوتيشن في الفريكونسي فرحت عامله في التايم، ما انت كده ولا كده كل واحده من دول ليها ديوريشن 100 تي وليها باند ويدث بي ايا كان بقى مكانه في الايه في وسط البتاع الكبيره اللي احنا بنتكلم عليها. حد يقدر يقول لي؟ قول. مع الاتش توتال؟ طب وتنزله في البيس باند ليه؟ احنا عاوزين نشوف الاوتبوت بتاعه وهو في البند بتاعه. كده ايه؟ لا لا مش سامبلنج. انت بعت سيجنال في بند معين. طب هسألكوا سؤال تاني، انا عندي سيجنال في فريكونسي دومين اهي في حته معينه حوالين اف سي. ومدي لك حاجتين. مدي لك مره الاتش، خلي بالكوا كل ده في ايه؟ في فريكونسي دومين. مدي لك اتش اوف اف دي، مدي لك حاجه كده ماشي، البند بتاعنا ده اهو، يعني نكبره شويه عشان يبقى قد التاني اهو خلاص، الحته دي
هي الحته دي ودي اف سي. فمره مدي لك اتش اوف اف الكبيره دي، ومره مدي لك اتش 1 اوف اف اللي هي دي بس. مديلك مره كده اهو، ومره بتاعها كلها. كويس؟ وبقول لك طلع لي الفريكونسي دومين لو انا مدخل السيجنال دي على الفلتر ده. يفرق ايه؟ هضرب دي في اتش 1. طيب لو ضربتها في اتش هيحصل ايه؟ ايه؟ فهيحصل ايه بقى؟ يعني انا لو ضربت في اتش او في اتش 1 هشوف حاجه مختلفه؟ هشوف نفس الحاجه. صح؟ حد مش مقتنع ان انا هشوف نفس الحاجه؟ ان انا لو خدت السيجنال دي وضربتها مره في اتش 1 في فريكونسي دومين، او خدت السيجنال دي وضربتها مره ثانيه في اتش في فريكونسي دومين هشوف نفس الحاجه. حد عنده يعني اعتراض على الكلام ده؟ طيب لو انا بقى جيت قلت لك ايه؟ ادي اتش 1 اوف تي وادي اتش اوف تي. كويس؟ وبقول لك ومش مديك بقى فريكونسي دومين، مديك التايم دومين بتاع كل السيجنالز، يعني التايم دومين بتاع اكس والتايم دومين بتاع اتش 1 والتايم دومين بتاع ايه؟ اتش. وبقول لك طلع لي الاوتبوت بتاع التايم دومين بقى سيجنال بتاع ده لما تخش على الفلتر ده. لو عملت كونفوليوشن مع ده هيطلع ايه؟ ولو عملت كونفوليوشن مع ده هيطلع ايه؟ هتطلع نفس الحاجه ولا لا؟ هتطلع نفس الحاجه ولا لا؟ مفروض نفس الحاجه صح؟ حد عنده اعتراض انها هتطلع نفس الحاجه؟ حلو قوي. لو انا جبت بقى التايم دومين بتاع اتش 1 والتايم دومين بتاع اتش اوف اف وعملت له كونفوليوشن مع التايم دومين بتاع اكس، هيطلع حاجه زي بعضها ولا هيطلع حاجه مختلفه؟ نفس الحاجه صح؟ هيطلع نفس الحاجه لانه في الاخر سواء في التايم او في الفريكونسي هي نفس الحاجه. تمام؟ يبقى انا لو جيت عملت كونفوليوشن عاوز اطلع بقى، نرجع بقى للسؤال الاولاني، عاوز اطلع الاوتبوت بتاع اي واحده من دول، اي سيجنال انا بعتها على دول، لما اعمل لها كونفوليوشن مع الحته او اعمل لها فلترنج يعني مع الحته الصغيره بتاعتها في الاتش الكبيره، هجيبها في التايم دومين ازاي؟ بتاع اي واحده فيهم؟ كونفوليوشن مع مين؟ مع البتاعه دي. صح؟ ليه؟ لان البتاعه دي لوحدها فيها الحته دي وفيها اللي بره الحته دي، اللي بره الحته دي اوريدي مش فارق معايا في حاجه لان السيجنال اوريدي ايه؟ باند ليميتد. صح؟ فيبقى ان انا اعمل كونفوليوشن مع الشانل الكبيره او كونفوليوشن مع الشانل الصغيره مش هيفرق. لانه في النهايه الحته اللي بره الباند بتاعي دي مش فارقه لانها من السيجنال بصفر. تمام؟ من السيجنال بصفر. فده معناه ايه؟ ده معناه انه اي شانل من الصغيرين دول مش هتبقى اطول من مين؟ مش هتبقى اطول من دي. هتبقى نفس الامباكس ريسبونس ده هيشتغل عليها. مش هيبقى ان انا لو انا بعمل كونفوليوشن مع شانل صغيره ال 100 تي دول هيبقوا 500 تي. لا، هو هيطلع نفس ال 100 تي هيطلعوا لي نفس الايه؟ الاوتبوت. كويس؟ طيب انا لو انا خليت البتاعه دي متقسمه ل 100 وكل واحده طولها 100 تي، البتاعه دي مش هتبقى 100 تي، هتفضل 10 تي. كويس؟ والاوتبوت هيطلع لو انا هعمل كونفوليوشن ما بين دي ودي. هو نفسه زي ما انا هعمل كونفوليوشن ما بين دي وما بين الحته الصغيره اللي كانت موجوده هنا. كويس؟ فده يدينا انديكيشن انه انها مش معنى ان انا صغرت الريتشانل في التايم دومين او خدت حته من الريتشانل انه الامباكس ريسبونس بتاعي هيطول وهيعمل لي اي اس اي بشكل مختلف. ال 10 دي مش هتبقى 1000 ولا هتبقى 100، هتفضل 10 زي ما هي. كويس؟ ماشي يا جماعه؟ ده برضه حاجه كونسبتشوال مهمه تبقى في دماغك، ان انا لما بصغر الشانل وانا عارف الامباكس ريسبونس بتاع الكبيره، الصغيره بتاع الشانل الامباكس ريسبونس بتاعها مش هيكبر، مش هيطول في التايم بتاع الكبيره، هيكفر زي ما هو. فلو انا عامل حسابي ان الشانل اللي انا عاوز ابعت عليها طولها 10 تي، اي واحده من الصغيرين دول مش هتبقى اطول من ال 10 تي. اوكي؟ اي سؤال؟ قول. انا على الشمال ده؟ ده الشانل برضه. في فريكونسي دومين، ده الفريكونسي دومين بتاع الشانل وده التايم دومين بتاع الشانل.
شانل كلها على بعضها. احنا هتبعت على كل واحدة من الصغيرين دول سيجنال. هنشوف لسه هنبعتها ازاي، بس هو الكونسبت ان احنا نبعت على كل واحدة من الصغيرين سيجنال. convolution في التايم او multiplication في الفريكونسي مش هيفرق. قول. لسه بقى لسه لسه احنا لسه ما احنا لسه ما حجناش المشكله، احنا بناخدها حته حته. ماشي يا جماعه. يبقى اول حاجه ان انا لو قسمت التشانل لمجموعه من التشانلز الصغيره مفيش واحده فيهم هيبقى طولها اطول من التشانل الاساسيه. تمام؟ طيب فده معناه ايه بقى؟ معناه ان انا بدل ما كنت ببعت واحد، لو انا واخد الباند ويدث كله على حاجه طولها 10 فهيجي لي اي اس اي 10، بقيت ببعت حاجه طولها 100 على حاجه طولها 10 فهيجي لي اي اس اي 0.1 اللي هو نيجليجبل بالنسبه لنا. اوكي؟ فساعتها الاي اس اي لو انا بعت ميات ورا بعض كده مش هيبقى ايه؟ موجود. وهنشوف لما نتكلم عن الاوف دي ام ازاي هنشيله كومبليت، يعني خليه صفر. مش حتى العشر ده هنطيره برضه. نشوف ازاي. اوكي؟ يبقى انا تقسيمه التشانل لمجموعه من التشانلز مكنتني ان انا ايه؟ اطول السيمبل ديوريشن، ولما طولت السيمبل ديوريشن ده خلاني اشوف فلات شانل وخلاني اقدر ايه؟ الغي الاي اس اي تقريبا تماما. اوكي؟ فدي التشانل بقى لما قسمناها، والتشانل دي لما اتقسمت حصل ايه؟ كل واحده فيهم بقت كانها فلات شانل. كويس؟ فلات شانل خلي بالكم يعني دلتا بالنسبه للسيجنال بتاعتي. فهي احنا بنقول ثيوريتيكالي كده كانها دلتا، بس هي حتى لو مش دلتا هي اقصر كتير من ايه؟ من طول السيجنال اللي انا بعتها. ماشي؟ اي سؤال؟ طيب تعالوا بقى نبص على حاجه ثانيه هنا في نفس البتاع. احنا دلوقتي قلنا ان احنا ايه؟ ان احنا البتاع دي هنقسمها حتت وهنسيب جارد باند ما بين كل واحده والثانيه. صح؟ عشان لو انا هعمل اف دي ام اللي هو حاجه اللي احنا مش هنعملها. طيب لو انا بقى مش عاوز اعمل كده، تعالى اسيوم كده ان انا عندي شانل اقسمها نصين في الفريكونسي دومين. حلو؟ وتعالى اتفرج كده في التايم دومين، يعني خلي دي في دماغك، انا عندي هنا واقسمها ايه؟ نصين. وتعالى بص على لو انا عامل كده. بص لو انا عامل كده، لو انا عندي مجرد تو شانلز واحده عند فريكونسي اسمها اف 1 والثانيه عند فريكونسي اسمها اف 2، والاولانيه بعت عليها السيجنال الساين ويف كده بالظبط واخده 1 سايكل في الديوريشن، والثانيه دي بالظبط واخده ايه؟ 2 سايكلز في الديوريشن. حلو؟ وهنسمي دي مثلا اكس 1 وهنسمي دي ايه؟ اكس 2. كويس؟ طيب وبعدين اكس 1 واكس 2 دول تعالوا نشوف لو انا من الترانسميتر باعت، انا اوريدي استهلكت الباند ويدث بتاعي بان انا بعت 1 مثلا على ده، يعني انا ببعت يا اما دي يا اما عكسها، اسيوم ان انا ببعت بي بي اس كي، فهنا ببعت يا 1 يا ماينس 1 وهنا ببعت برضه ايه؟ يا 1 يا ماينس 1، اسيوم ان انا بعت 1 و1. حلو؟ وانا باعت دور على التشانل. كويس؟ الاول سيبك من الفيدنج ومن الكلام ده، وجوري الناحيه الثانيه بنفس الشكل ده. كويس؟ وعليهم شويه نويز. هريسيف الحاجات دي ازاي؟ تفتكروا؟ هريسيف دور ازاي؟ هعمل ايه؟ عشان اجيب نمره واحد ده هعمل ايه؟ فانا عندي دلوقتي سيجنال اللي جات لي اللي هي اكس اوف تي بتساوي اكس 1 زائد اكس 2. خلاص؟ وعاوز اطلع منها حاجه تقول لي اللي كان مضروب في الساين ويف دي قيمته كام واللي كان مضروب في الساين ويف دي قيمته كام. كويس؟ فقولوا لي كده لو انا عاوز اطلع دي الاول هعمل ايه؟ هضرب في ايه؟ ها؟ اف 1 اوميجا 1 دي، وبعدين
هعمل كده كوبريتو، واللي انتوا خدتوه السنه اللي فاتت ومش فاكرين عنه حاجه ولا كنتوا عارفينه اصلا السنه اللي فاتت، بس يعني ماشي اوكي. فهيحصل ايه بقى؟ فانا لو انا عامل الكوبريتو ده هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ حد يقول لي انا عندي دي وهضربها في ساين اوميجا 1 تي زائد ساين اوميجا 2 تي. حلو؟ لما هاخد دي اضربها في دي واعمل انتجريشن وبتاع هيطلع لي حاجه بروبورشنال لبلس 1 يعني. نص بتاع اي حاجه ايا كان، لان يعني كل ده مضروب فيهم حاجات الحاجات دي كلها. طيب لو انا بقى خدت اللي تحت اللي هي ساين اوميجا 2 تي وضربتها في نفس البتاع دي هيحصل ايه؟ هيطلع كده. طيب كده ده هيطلع لي كام؟ كده ده يعني كاني بضرب الساين ويف دي في الساين ويف دي وكامل من زيرو لتي. هيطلع لي كام ده؟ هيطلع لي صفر. لان الفريكونسي مالتيبل من الثانيه وعندي كومبليت سايكلز. السيجنالز دي اسمها ايه؟ بالنسبه لبعض اورثوجونال. كويس؟ اسمها ايه؟ اورثوجونال. والاورثوجونال دي هي نفسها الاو دي بتاعت الاو اف دي ام. كويس؟ هنرم الحاجات كلها المره الجايه يعني، بس ايه؟ الكونسبت بتاع الاورثوجوناليتي. انا كده بقيت اقدر احشر سيجنالز كتير لو انا عارف اسينكرونايز السيجنالز كلها مع بعض. كويس؟ الاف دي ام ده الكونسبت بتاع الاف دي ام موجود ليه؟ ان انا وانت بنبعت على نفس التشانل بس مفيش بينا سينكرونايزيشن باي شكل من الاشكال. فانا هاخد حته في الفريكونسي وانت هتاخد حته ثانيه في الفريكونسي. كويس؟ لا انا عارف انت بتبعت ايه ولا انت عارف انا ببعت ايه. حلو؟ فما اقدرش اسينكرونايز بالشكل ده. فما اقدرش انا وانت واحنا بنبعت بسهوله. كويس؟ ان احنا نعمل السينكرونايزيشن ده. طبعا ريسنتلي بداوا يعملوا يقدروا ايه يبعتوا يعني في شويه حاجات فور سينكرونايزيشن بداوا يعملوها عشان يعملوا حاجه شبه كده، لكنها ستيل ما هياش زي ايه؟ ما هياش زي ما انا موجود انا في نفس المكان وباعت تو سيجنالز بالشكل ده. انا اقدر اعمل كده لان انا عندي الكنترول بتاع البتاعه دي كلها، فهقدر اجنريت دي وهقدر اجنريت دي وهقدر احط تايم من زيرو تي وهجمع الاثنين وابعتهم. فلما هجمع الاثنين دول وابعتهم الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه هيقدر يفك اللي مبعوت على الكارير الاولاني ويقول ان ده 1 او ماينس 1، ويفك اللي مبعوت على الكارير الثاني ويقول ان ده 1 ولا ماينس 1. كويس؟ فكده قدرنا ان احنا زي ما هنشوف بقى المره الجايه قدرنا ان احنا نحشر عدد كتير كبير من السيجنالز في باند ويدث صغير، لان السيجنالز دي لو بصيت عليها في الفريكونسي دومين هتلاقيها متداخله في الفريكونسي دومين. كويس؟ رسمه مشهوره بتاعت الاو اف دي ام يعني اللي هنشوفها بقى ايفنشوال يعني هي عامله كده. انت عندك ده في الفريكونسي دومين مش في التايم دومين. كويس؟ فانت عندك كل فريكونسي عندها ايه؟ بتاع زي دول، لان طبعا كل واحده من دول عباره عن سينك في فريكونسي دومين، فهتلاقي السينكات دي متداخله لكن النقط اللي هنا زي ما هنشوفها تفاصيلها يعني، بس المهم في الموضوع هو ايه؟ ان انا بقيت اقدر ابعت سيجنالز كتير كويس؟ متداخله في فريكونسي دومين، انما نتيجه ان انا عاملهم اورثوجونال على بعض فانا بعرف افكهم من بعض فيري اكيوريتلي ومن غير اما يكون في بينهم اي انترفيرنس. كويس؟ فلو انا باعت مليون واحده من دول كويس؟ يعني انا عندي هنا ساين الفريكونسي دبل الفريكونسي تريبل اربع مرات خمس مرات 10 مرات مليون مره. كويس؟ لو السيجنالز كلها محتفظه بشكلها كده اقدر افك اي واحده فيهم والباقيين كلهم هيعملوا ايه؟ هيدوني صفر. فالاورثوجوناليتي دي مكنتني ان انا اقدر احشر سيجنالز كتيره مع بعض وافكهم في الريسيفر من غير ما يحصل اي انترفيرنس ما بينهم. كويس؟ وده اللي خلانا ما نعملش اف دي ام عشان نعلي الريت، انما نعمل ايه؟ او اف دي ام عشان الاورثوجوناليتي مكنتني ان انا اعمل كده، وعشان الاورثوجوناليتي دي هي الحاجه اللي انا اقدر اعملها بشكل كويس لان انا باعت كل الحاجات دي من نفس السورس ومن نفس المكان ومن نفس الحته. كويس؟ فبقيت اقدر اعمل الحاجات اورثوجونال على بعض، بقيت اقدر افكها الناحيه الثانيه بسهوله. اوكي؟ اي سؤال؟ نعم. ازاي اكس واحد واكس اثنين ايه؟ مظبوط.
لا مش سريعه وبطيئه، لا 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 مش سريعه وبطيئه، لا هما نفس الاثنين دول عندهم نفس الباندويث بالظبط، لكن واحده واخده حته في الباند وواحده واخده حته اللي جنبها في الباند، واللي عليها ثلاثه واخده واحده ثالثه، واللي عليها اربعه واخده واحده رابعه، كل واحده واخده حته في الباند كويس، لكن الحته اللي في الباند دي هي دي داخله شويه في اللي قبلها وفي اللي بعدها، كل واحده داخله شويه في اللي قبلها وفي اللي بعدها. ماشي؟ بيتحركوا كل واحده في ايه؟ في حته مختلفه. اوكي؟ ماشي، نكمل بقى المره اللي جايه.